بسم الله الرحمن الرحيم. التبرج المقصود به التزين بأدوات الزينة، يعني كالكحول مثلا أو الحمرة أو وضع مساحيق التجميل على الوجه. نعم. هذا يسمى بالتبرج، سواء عند العرف أيضا يسمى بالتبرج، وعند الشرع أيضا يسمى بالتبرج. وحكم التبرج بالنسبة للزوج لا بأس به، المرأة يستحب لها أن تتبرج في بيتها لزوجها، أما إظهاره في الخارج يعني برا للناس بغية أنه إلفات النظر إلها، أي هذا لا يجوز بل محرم عليها. زين، هذا التبرج. أما الإظهار الزينة، الزينة أيضا هو في حد ذاته بنفسه ليس حراما بالنسبة للمرأة، تتزين وأيضا تكون زينتها هذه للرجل. نعم. لكن إظهاره لا يجوز، إظهاره للآخرين هذا هو الذي لا يجوز.